محمد شفيق إمرات، حاصل على معدل 94.4 الفرع الأدبي. أنا الطالبة شهد حامد أبو شعر، الحاصل على معدل 98.6 في الفرع العلمي. أنا الطالب عبد الله محمد صالح السيقلي، حصلت في الثانوية العامة على معدل 98.6. طالب عبد الله جمال جندية، درس مدرسة يافا، حصل على معدل في الثانوية العامة على 85.6 علمي. السلام عليكم. لا تزال الجامعة الإسلامية تستقبل الطلبة الجدد للتسجيل في إحدى تخصصاتها. اليوم سنتجول مع من زار الجامعة اليوم لنتعرف على الدافع الذي أتى بهم إلى الجامعة للتسجيل فيها. ابقوا معنا. جيت على الجامعة الإسلامية لأسجل في كلية التجارة، تجارة إنجليزي. نصحوني كتير في هذا التخصص، والأفضل إنه أسجل في الجامعة الإسلامية لأنه إلها اسمها في قطاع غزة. واليوم جيت على الجامعة الإسلامية، قدمت أوراقي في كلية الهندسة، لأنه أنت عارف يعني هندسة الإسلامية من أقوى الهندسات الموجودة في الوطن، ومن ناحيتي أنا كمان شخصيا من سألت إنه هي من أميز الجامعات الموجودة. اليوم أنا جيت سجلت في الجامعة الإسلامية في تخصص هندسة في رح حاسوب. انضمت للجامعة الإسلامية لأن الجامعة الإسلامية جامعة العراق والتميز، فهي تخرج أجيالاً وجيلاً وراء جيل. وقررت ألتحق بالجامعة الإسلامية بتخصص الفيزياء لأنه شغف يعني، بلاقي حالي فيه زي ما. الجامعة الإسلامية أنا كنت أسمع أنها هي جامعة من ناحية التدريس جامعة قوية جدا، من ناحية الدكاترة والأساتذة هم أكثر من دكاترة وأساتذة، حيث أنهم آباء للطلبة. غير هيك السبب آخر يعني إنه إخوتي من الجامعة الإسلامية، يعني اثنين تخرجوا من الجامعة الإسلامية والثالثة يعني برضو من الجامعة الإسلامية. قوتها التدريسية، قوة في التدريس يمكن أفضل واحدة يعني بمستوى القطاع عندنا في التدريس هي الجامعة الإسلامية، وبعدين بالخارج كمان لها اعتبار بالمنح وبالتسهيلات اللي بتعملها بالخارج والبعثات وزي هيك يعني. أول حاجة الإدارة قوية جدا أكاديميا، كمان تشجيع الأهل، كثير من العائلة كانوا متخرجين من هاي الجامعة العريقة مليئة بالتفوق، حاصل على جائزات أيضا، غير الالتزام بالزي يعني، هذا بيشجع برضو الأهل إنه إحنا نيجي على هاي الجامعة، بيكونوا مرتاحين نفسيا.